شلونك ماما؟ هلا بك. اخبارك؟ الله يسلمك. زينه؟ نانا قاعده انت ماما؟ تعي نانا تعي ما اريد نتعبك، تعي نانا نسولف وياك. شلونك ماما؟ والله الحمد. اخبارك؟ انت يا من قاعده هنا؟ بس انا هذا الوقت. شلون الوضعيه هنا؟ لا الحمد لله شكرا. احنا راح ناخذ هذا البيت راح نبني بيه. وين اروح؟ انا وين اروح؟ ليش؟ وين اروح؟ شو تقولين؟ لا ما تخلينا نقعد هنا؟ ها؟ حجية راح ناخذ هذا المكان. تقبلين؟ لا غير نامنا انا وليدي. الله يخلي لك وليدك. شلون الامور؟ الحمد لله وشكرا. تمام؟ الحمد لله وشكرا. ايش ناقصك ما ناقصك ماما؟ والله شوف انت الحال. شنو ناقصك هنا؟ هذا مطبخه. شنو ناقصك هنا بالبيت؟ قولي ماما. قولي. الحمد لله والشكر على كل حال. شنو ناقصك؟ سلامتكم يوم. الله يطول عمرك. الله يخليك. احب اقول لك احنا ترى لا منظمه ولا شيء. خلينا نحكي الصدق. احنا قناه الشرقيه. زين احنا قناه الشرقيه وجايين على مودج. ما جايين على اي احد هنا بالعبيدي. جايين على ماما ام مريم. الله يخليك. عندي شغلتين راح اقول لك اياها. زين ام زين. انا شنو قلت؟ ام مريم. انت ابو مريم. يلا احنا كل احنا اهل. الشغله الاولى راح نوديك البيت. الله والله واديك. نوديك للعمره. والله واديك. الله يستر عليك. الله يطول عمرك. ترحين تدعينا. الله يستر عليك. زين هاي شغله خلينا نبدي بيها. عدش نبي تصلين عليه. ماما هذا المبلغ ترحين بيه وين؟ بيت الله. عليك الف عافيه. يمتى ما ترحين شو وقت ظروفك شو وقت هذا الله وياك. وهذا مبلغ تشترين بيه نواقصك. الك شو اسمك انت؟ الي والحمودي. نواقصك شنو اللي تردينه؟ ما اعرف. تمام؟ وهاي شغله ثالثه هذا الاحرام مالتك ماما. الله يوفقكم. الله يستر عليكم يوم. الله يطول عمرك. الله يرزقكم. الله يخليك يا ام. شلون الوضعيه هنا؟ الحمد لله طيبه مثلك. وهاي ما مخليني. الحمد لله. ومريم هم واقف ويانا خطيه ما سبع. الله يستر عليك. والله عليك. الله يخليك يا ام. حمودي دير بالك على ماما. لان ماما شجاعه بطله قاعد تربيكم وتكبركم.